يا صباح الجمال من قناة الصحة والجمال، يا صباح الفل، يا صباح الأمل، يا صباح التفاؤل، يا صباح كل حاجة بتدينا طاقة إيجابية إننا نكمل، إننا نوصل لأحلامنا، إننا ناخد خطوة في سلم النجاح، خطوة في عالم تحقيق الأماني. أنا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من طبيب الأسنان والأذهان. حلقة النهاردة هتكون كالعادة عبارة عن فقرتين. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن التجميل، هنتكلم فيها عن مشاكل البشرة، إزاي نهتم كويس ببشرتنا، ازاي نعمل اتيكيت معين لبشرتنا، ازاي نعمل روتين يومي واسبوعي وشهري للبشره بتاعتنا. طب ايه المشاكل او ايه الخلطات بين قوسين العاميه اللي احنا بنستخدمها وبنجيبها من اماكن غير معتمده بتضر البشره بتاعتنا؟ كل ده واكتر هنعرفه مع خبيره التجميل المنوره في الاستوديو ريهام تهام. منوره يا ريهام. بوجودك، ميرسي جدا، شرفت طبيب الاسنان والاذهان. ربنا يخليك. انا اللي ليا الشرف بجد ان انا موجوده معاك في البروجرام النهارده، لان انت من الناس المجتهده اللي ليك مستقبل، وكمان عاجبني جدا البرنامج لانه بيرتقي بعقليه المشاهد يعني. ميرسي. كمان في الفقره الثانيه هتكون معايا دكتور هاله الجنيدي او دكتوره الخير. دكتور هاله الجنيدي اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان، هيتكلم فيها على بيدودونتكس او طب اسنان الاطفال. هنعرف ايه العادات اللي امهاتنا اللي بتسمعنا حاليا بتعملها مع الاطفال الصغيره وهي للاسف بتضر باسنانها. نطلع فاصل ونبدأ أول فقرة من طبيب الأسنان والأذهان. علي حمدي، كارير أند لايف كوتش، أو كما يلقب بطبيب الأسنان والأذهان، أصغر مقدم برامج في مدينة الإنتاج الإعلامي، معتمد من المؤسسة البريطانية المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، والمستشار التدريبي لأكاديمية أصول للتدريب والاستشارات. مع طبيب الأسنان والأذهان خليك في أمان. أكرر التحية بحضراتكم. هنبدأ أول فقرة مع ريهام تهام. ريهام، قولي لي أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ أنا دلوقتي أسست البشرة. حلو. تمام، حطيت لها فونديشن. حلو. اوكي، قبل طبعا ما احط الفونديشن انا حطيت لها برايمر اكيد عشان اثبت الميك اب ويعني واصغر شكل المسام شويه. تمام. عشان هي بشرتها ميكس كومبينيشن مختلطه يعني. تمام. وحطيت حاجه لطيفه جدا برضو اللي هي الالوفيرا جيل. تمام. جيل الصبار، عشان ده من الحاجات المايسترايزنج جدا للبشره، اوكي، وبيثبت برضو الميك اب اطول فتره معايا. ده ميك اب هنعمله فتره الصبح، يعني تنزل بيه الجامعه، مش هنحتاج لايرز وطبقات كتير على البشره. احنا هنحتاج بس ان احنا طبعا معظم البنات ما بتنامش 8 ساعات بتوع اليوم، فالبشره بتبقى مجهده شويه، فاحنا عايزين بس نضيع علامات الارهاق والتعب بتاعت عدم النوم يعني. اوكي، نشتغل بقى. طبعا هي بنات كتير بتنزل الصبح بتبقى مستعجله. تمام، ممكن بس تحرك تعلسلك شويه. اوكي، بنات كتير بتنزل الصبح بتبقى مستعجله. تمام. بتبقى عايز تحط حاجات بسيطه تداري الشحوب بتاع البشره يعني. تمام. انا دلوقتي بحط اي شادو، برسم بس الحاجب عشان ممكن حضرتك بس تيجي الناحيه الثانيه عشان الكادر الكاميرا. اوكي معلش. اوكي، يعني عشان ابرز شكل الحاجب شويه احط اي شادو على الحواجب. تمام. يعني في طبعا مشاكل كتير بتواجه البنات. تمام. في بشرتهم. انا عايز اسالك، فضل. هو احنا هل الميك اب بشكل يومي ده بيضر البشره؟ طبعا. بنشوف ناس كتيره كل يوم قبل ما تنزل عايزه تعمل ميك اب، هل ده صح او غلط؟ لا مش صح طبعا. طب ايه السبب؟ السبب ان احنا يعني بنحط لايرز وطبقات كتير على البشره، والبشره بتبقى مساماتها محتاجه انها تتنفس، عشان كده بنصح ناس كتير ما تنامش بالميك اب بالليل، يعني فتره بالليل دي ما تنامش بالميك اب، لازم تشيل الميك اب قبل ما تنام. تمام. انا عايز اقول حاجه، في طبيب الاسنان والاذهان لما بنجيب ضيف بنسعى دايما انه يكون عنده قيمه مضافه، نسعى دايما انه يكون عنده جديد، ان يكون متميز عن باقي الناس في المجال بتاعه. ريهام تهامي اللي هي اشهر ميك اب ارتست، من ضمن الحاجات اللي بتميزها ان هي عندها ميديكال باك جراوند، خلفيه طبيه، يعني دايما وهي بتشتغل بتاخد بالها قوي من حاجه اسمها انفكشن كنترول او مكافحه العدوى. يعني وهي بتشتغل في جلسات تنظيف البشره
لما بعتت لنا صورها على طبيب الاسنان والاذهان صفحتنا على الفيسبوك، شفنا وهي بتشتغل لابسه في ايدها جلافز، لابسه فيس ماسك، بتلبس الحاله اللي معاها او بتلبس البيشنت اللي معاها اوفر هيد، دايما بتهتم بالجزء الطبي. فاي واحده من الناس اللي بتسمعنا حاليا، اي بنت اي ست بيت عايزه ميك اب كويس، عايزه ميك اب بشكل احترافي، عايزه تهتم بنفسها كمان، دايما عليكم وعلى ريهام تهامي، لان ريهام تهامي بتجمع بين حاجتين، التجميل والقدره والابداع والابتكار، وحد متعلم فعلا في عالم التجميل وكمان ماشي بقواعد طبيه. ميرسي جدا يا دكتور علي، ميرسي على الكلام الجميل ده. طيب قولي لي يا ريهام، عايز اسالك، اتفضل. ليه دايما واحده تعمل ميك اب بنشوفها حلوه قوي واحده تاني بنشوفها مش كويسه؟ هل الميك اب ارتست سنس، هل السنس بتاع خبيره التجميل بيفرق؟ هل البراند بتاع الماتيريالز اللي انا بستخدمها بتفرق، ولا البشره نفسها هي اللي بتفرق؟ والله بص، كل اللي انت قلت عليه ده، يعني هو كل اللي انت قلت عليه ده هو ده اللي بيفرق. يعني طبعا الماتيريال لازم تبقى غاليه، تمام، ما ينفعش ان احنا نسترخص نجيب حاجات رخيصه وكده، لان ده بيضر البشره جدا، ده مش شيء صح خالص. يعني لازم نجيب حاجات تكون موثوق فيها، براندات، علشان ما تسبب لناش بعد كده مشاكل وحبوب في البشره، يعني بيصرفوا فلوس كتير بعد كده على الاضرار اللي بتنتج عن كده. انا دلوقتي حطيت لها كونسيلر، هبدا بالبيوتي بلندر، تمام، حلو، اعمل تابينج، حلو، عشان ادمجه، تمام، عشان يضيع لها شويه علامات الارهاق، حلو. يا ريت يا جماعه نعمل زوم على الموديل الجميله. شيرين منوراني، نور طبيب الاسنان والاذهان يا شيرين. هي حلوه اساسا قمر من غير حاجه. قولي يا ريهام، هو ليه ناس كتيره بتقول انه ميك اب الصبح لازم قوي يكون خفيف، ما يكونش زي ما قلت انت في المقدمه ليرز كتيره، ويختلف تماما عن الميك اب بتاع السواريه او بتاع السهر بالليل؟ ليه بيختلف كده؟ علشان ما ينفعش ان هو الصبح، فتره الصبح البشره بتتعرض للشمس كتير قوي، تمام، وده طبعا بيضر البشره جدا. حلو، ابدا اثبت بس باللوس باودر، تمام. البشره لما بتتعرض للشمس ده ضرر جدا، يعني مع كتر الميك اب الكتير. فاحنا بنسعى دايما الصبح نحط ليرز حاجات بقيلة. خفيفه، تمام، لان الشمس كمان فصل الصيف بتبقى صعبه جدا. يعني احنا فصل الصيف البنات مش محتاجه الصبح حاجات كتير غير بس سان بلوك وحاجات بسيطه على بشرتها، لكن الميك اب كتير فتره الصبح ده بيجهد البشره جدا. تمام، احنا كده فاضل ايه؟ خلاص انا خربت اخلص خلاص يعني. تمام، اوكي. بالصبح بحب الالوان الهاديه. حلو، طبعا اللون ده يعني من الالوان الناتشرال جدا وبيليق على الوان بشره كتير، ومعظم البنات بتحبه دلوقتي، شائع في الاستخدام. عايز اقول لك انه ملامح شيرين بدات تظهر بجد. لا يا والله قمر من غير حاجه. احط لها ماسكارا. طيب احنا نحاول نشتغل بس ايه من الكاميرا عشان الكادر، خلي ايدنا الناحيه الثانيه كده، مظبوط. طبعا ده اسرع ميك اب في التاريخ يعني. يعني لا، وكمان هو دايما ميك اب الصبح لازم يكون وقته قليل، لان الناس معاها جامعه، معاها مدرسه، معاها شغل بتاعها، مش هتكون فاضيه وقت كبير. اكيد
كده خلصنا؟ لا هحط لها بس البلاشر اخر حاجه خلاص. تمام. هي مش محتاجه اكتر من كده. لا هي ما شاء الله يعني بدات توضح اكتر. طبعا فتره الصبح يفضل الالوان اللي زي دي، والالوان الالوان اللي هي الترابيه اكتر. اضحكي. يعني الوان الكشمير، الالوان الترابيه دي بتبقى فتره الصبح عكس فتره بالليل. بتناسب جو الصبح فتره اكتر. بالليل طبعا الميك اب بيبقى ليه لايرز كتير، سواء ميك اب سواريه او ميك اب يعني عروسه، طبعا ده ليه نظام اكيد. تاني خالص. تمام. اوكي كده خلاص، خلاص كده طيب خلاص. نعمل زوم على الموديل لو سمحتوا. ايوه كده الله ينور. يعني انا شايف ان ملامح بدات تظهر، شايف انه بيض، يعني هي طبعا حلو من الاول بس بيض افضل بعد الميك اب، صح كده؟ انت حاسه بايه؟ حاسه ايه؟ حلو حلو جدا. طب قولي لي ايه المشكله اللي بتقابليها مع اي ميك اب ارتست؟ ممكن ايدها ما تكونش معلش صوتنا تقيله. شويه. ايدها ما تكونش تقيله بس تمام. حلوه قوي بجد. طبعا كميات الميك اب بقى بتتحط كتير وكده. ايدها وكميه الميك اب اللايرز بتكون كتيره، فده بيضايق البشره او بيضايقك انت اكيد. شخصيا. هو المفروض ما يبقاش فيه لايرز كتيره لو ما عندهاش عيوب imperfections في بشرتها، يعني تمام. يعني لو هي مش محتاجه كتير، لكن في ناس بتحب تطلع حاجه تانية. تمام. طيب احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالتجميل في الفقره الاولى. هنطلع فاصل وهنستقبل ريهام تهامي من جديد، وهنكلمها المره دي على البشره ومشاكل البشره. نطلع فاصل. اكرر التحيه بحضراتكم، ما زلنا مع ريهام تهامي خبيره التجميل عضو اللجنه النقابيه للمهن التجميليه وعروض الازياء. ريهام عايز اسالك، ناس كتيره بتقول لي البشره الدهنيه هي اوريدي اويلي، هل محتاجه ترطيب ولا لا؟ محتاجه نحط كريم مرطب ولا لا البشره الدهنيه؟ اي بشره محتاجه ترطيب، سواء البشره الجافه او العاديه او الدهنيه. مش معنى ان هي بشره دهنيه ان هي مش محتاجه ترطيب، بالعكس. الفرق ان الناس بتعتقد انها عشان بتفرز زيوت زياده ان هي صحيح. كده مش محتاجه ترطيب، بس الفكره احنا بنرطب البشره ليه؟ احنا بنرطب البشره علشان نسبه الميه اللي في البشره ما تقلش عن المعدل الطبيعي، بالتالي ما يبقاش فيه رينكل ده حوالين الشفايف، حوالين صحيح. في الجبهه، الكلام ده. لكن كريمات البشره الدهنيه بتبقى مختلفه عن البشره العاديه للجافه، عشان البشره الدهنيه البيس بتاع الكريم لازم يكون اساسه الميه فيه اكتر وخالي من الدهون، الميه مش الزيت. يعني يبقى في اويل فري، يعني ما فيهوش زيوت خالص. طيب عايز اسالك دلوقتي، ناس كتيره تقول انا رحت المصيف وبعد ما رحت المصيف رجعت حسيت انه في نسبه اسمرار مع اني استخدمت سان بلوك، انت ايه رايك في المقوله دي؟ هو الصن بلوك مش حاجه ماجيك، الناس فاكره انه حاجه سحريه ان هو خلاص طالما حطيت صن بلوك انا كده مش هسمر. لا طبعا، هي الصن بلوك اصلا اقصى حمايه ليه 50، حتى لو هو مكتوب عليه اكتر من كده، ده بيبقى ماركتنج من الشركه نفسها. مش معنى ان انت حطيتي صن بلوك ان انت مش هتسمري، لا، يعني لازم تقعدي فتره بعيده عن الشمس من الساعه 11 للساعه 4، تتجنبي الظهور للشمس في الفتره دي، لان هو بس هيحمينا من النمش، البهاء، حاجات تانية كتير. وكمان الصن بلوك مش بس بيحمي من الاشعه اليو في بي اللي هي مسؤوله ان احنا ما نتحرقش من الشمس، لا، هو كمان بيحمينا من الاشعه اليو في اي اللي هي مسؤوله عن التجاعيد. يعني كمان في معلومه الناس ما تعرفهاش، ان الصن بلوك بيحمينا من اشعه الموبايل واللابتوب والكمبيوتر. يعني هو مهم جدا مش بس عشان خاطر الشمس، وكمان عشان خاطر التجاعيد بتاعه البشره. طب يعني انت عايزه تقولي لي ان يعني انت عايزه تقولي لي ان الصن بلوك انا بستخدمه مش عشان منع الاستمرار بس، لا، اللي كمان بيحميني من اشعه الموبايل، التابلت، طبعا اللابتوب. طبعا كتر التعرض للاشعه دي طبعا مضر جدا بالبشره، طيب. بيجهد البشره جدا. طيب اخر سؤال معانا، عايز اسالك دلوقتي امتى واحده تكلم ريهام تهامي تقول لها انا عايزه اعمل ميك اب، ريهام تشوفها تقول لها للاسف ده مش تخصصي وانا مش هقدر افيدك، امتى بقى؟ لا، هو مفيش حاجه دلوقتي بقت صعبه، يعني الا اذا بقى هي عندها حبوب جامده جدا. الحبوب ممكن بنداريها بالميك اب، بس لو في حبوب يعني بتدارى احمرار الحبايه ممكن نداريه، لكن لو في حبايه فيها مشاكل هيفضل بروز الحبايه ظاهر، فدي بتبقى محتاجه فتره علاج قبلها. دي ممكن سيشنز نتواياج، ممكن لو محتاجه بقى دكتور جلديه اكيد هرشح لها دكتور جلديه يكون كويس. طيب طبيب الاسنان والاذهان بشكرك على امانتك،
بشكرك انك دايما بتحاولي الحاجه اللي مش تخصصك تقولي انا ما اعرفش كده. اكيد هو ده الصح. في مجتمعنا ناس كتيره حاجه مش تخصصها وتبدا تدخل فيها او تبدا عايزه تحاول انها تجرب فيها. لا طبعا بشكرك بسبب الموضوع ده. الحاجه اللي عايزه اكد عليها كمان انه لازم كل انسان مننا الحاجه اللي مش تخصصه يبعد عنها. ريهام تهامي هي ميك اب ارتست وحد مشهور وحد شغله جميل وحد شغله كويس قوي، ولكن بتقول لك لو في واحده كلمتني وانا مش هعرف يعني مش هعرف افيدها كويس اقول لها لا، انت الحاله دي احولها لدكتور جلديه، الحاله دي احولها لدكتور تجميل مش ميك اب ارتست. وده للامانه العلميه. للاسف وقت فقرتنا انتهى يا ريهام، الوقت الحلو دايما بينتهي بسرعه. بشكرك وشرفتيني ونورتيني. انا اللي الشرف ان انا موجوده معاك النهارده، ميرسي جدا. للاسف الفقره الاولى خلصت، هنطلع فاصل وهنستقبل الدكتور هاله الجنيدي اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان، وهنتكلم عن بيدو دونتكس طب اسنان الاطفال. استنونا.